هذا يسأل عن قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، المراد بالأذانين الأذان والإقامة، لأن الإقامة تسمى أذانا، فإذا أذن المؤذن فإنك تصلي إلى أن تقام الصلاة، يستحب لك أن تصلي ركعتين على الأقل أو أكثر ما بين الأذان والإقامة محل لصلاة النافلة. نعم، إلا في أذان الفجر، مستثني أذان الفجر فليس فيه إلا راتبة الفجر بس، إذا طلع الفجر فليس هناك نافلة إلا راتبة الفجر فقط.